فرحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنت لها مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أحداث مليئة وأحداث متسارعة جدا 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 سريعة جدا، نهايتها بحمادة، وسنعود لموضوع حمادة بعد هذا يعني التوتر اللي سواه الرجال. ولكن قبل هذا وذاك خلونا نرحب بنقادنا حصريين لفقرة زوم. عادل بن هيف، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير، يمسي بالخير عليك أبو حزام وعلى الجميل جدا أبو هذال وعلى المشاهد الكريم، أقول اللهم اجري في مصيبتي واخلفني خيرا منها يا رب العالمين. أيضا رحبوا معي بعمر بن هذال ناقدنا الحصري الثاني، مرحبا بهذال. مساك الله بالخير يا أبو حجام، مساك الله بالخير يا أبو نايف، مساك الله بالخير متابعينا الجميلين. اليوم أحداث كثيرة جدا، برنامج غريب ومتخربط ومتلخبط، لا مقدمين ولا متسابقين. سألني واحد من المتسابقين وأنا داخل قال عمر، قلت نعم، قال هل نحن فيك وأنت نامو؟ هل نحن المسجونين وأنتم السجانين؟ قلت ليش؟ قال أخوي كل ما دخل علينا المقدم قال أنت شو عندك؟ أنت شو عندك؟ يتفرعون. هذا المتسابقين وش حلق لهم؟ لا عندهم لا عضلات، وعاد ما يتفرعن عليهم إلا واحد معطيها الله العافية. فأتمنى أنك إذا وصلنا لهذا المحور تعطيني مساحتي الكاملة والكافية لي يعني أحاول أن أضع حلاً لهذا الموضوع. من حقك، من حقك يا أبو هذال، الأحداث سريعة جداً، الحق أو ما تلحق. لكن قبل أن نتطرق لجميع الأحداث خلونا أيضاً نعزي باسمكم وباسمنا وباسم زملائنا جميعاً المقدم ساير النهار في وفاة عمه لهذا اليوم، ونقول عظم الله أجرك يا ساير ورحمه الله وغفر له، وتعازينا لكم ولأسرته، ونقول إن شاء الله هنا يعني الله يرحم من ضيوف الله، والله أكرم الأكرمين، الله يغفر له ويتجاوز عنه، اللهم امين، ونعزيه جميعا. سال المولى عز وجل يسكن الفردوس الاعلى من الجنه يا رب يا كريم. اللهم امين، واحسن الله عزاه، واللهم اجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها، وان لله وانا اليه راجعون. احسن الله عزاكم يا ابو جود. دور اداره القناه تقدم سهم في وقف اليتيم لعم ساير النهار، ونجعلها ان شاء الله صدقه جاريه لعوض الخمعلي رحمه الله اللي هو عم المقدم ساير النهار. جزاكم الله خير على هذه البادرة، بادرة طيبة جدا. الله يجزاك. الجميع من المشاهدين الحقيقة يشكو من قصر وقت زوم، ونحن نضم صوتنا صوتهم، لكن أيضا نحن محكومين بالوقت، ما نقدر. نعم. عدة محاور عندنا اليوم، من أهم المحاور خروج نواف المخلفي وسعد الطويل اليوم في الضحى بدون إذن، أيضا وداعي الإذن أو داعي الخروج النواف المخلفي يعني كان يقول اني تعبان. طبعا الإدارة وعدتها بالخروج في العصر مع السائق سائق القناة، ولكنه يعني قال باخذها من راسي وبظهر انا واخوي واخويه سعد الطوي. ايضا ستة متسابقين ما حضروا دروب. انت بتعرفوا ايش دروب؟ دروب هذه اهم فقرة في البرنامج لانها العمود الفقري للبرنامج. ستة متسابقين ما حضرون فقرة يتحملون وزر ذلك. أول شيء خصم، ثاني شيء بيشوفون النتيجة في البرايم. البرايم يا شباب يعتمد على الفقرات، افهمها ما تفهمها بكيفك. البرايم يا شباب قد يشهد يعني اختلاف ليس جذري، اختلاف كامل على البرايمات السابقة، وسيكون مؤلم مؤلم جدا لنا جميعا المتسابقين. أيضا عندي بعد نقطة سريعة إلى تعلقون عليها النقاد، اللي هي الجوالات. حنا مشكلتنا ما في المتسابقين، مشكلتنا في المقدمين اللي يعني يتحججون ويقولون بنعدل محاورنا مع المتسابقين، وهم يستغلون الفرصة هذه بأن يصعدون على أكتاف المتسابقين. واضح، هي هم الآن يبحثون عن الإثارة للمتسابق نجم، فوجي يصورك تطلع في سنابة عليك خصم، هو يعني يبيك سلم عشان يعني السنابة تلقى مشاهدات. حنا في فقرة زوم ما نحتك بالمتسابقين، ولو لقيت مرة من المرات أني مصور متسابق اشهدوا علي. إذن الشيء ينطبق على أنفسنا قبل.
لذلك أنا من رأيي وأقترح كأقتراح أن تمنع دخول الجوالات مع المقدمين. عندك محاور، عندك قصيدة، عندك أنشودة، عندك شيلة، اكتبها يا أبوي اكتبها، ترى معدين جاهزين، 7 معدين لكل فترة موجودين ويكتبون لك. أنا أرى هذا الاقتراح إن كانوا يوافقوني الشباب، أنا أقترح بمنع الجوالات. إذا يستحون أنا أبلغ المقدمين لا تدخل بجوالك وخلاصنا. إيش رأيكم يا شباب؟ موافقين؟ كفيت ووفيت أبو حزام. يعني موافقين؟ موافق. ترفع يدك عشان تثبتها؟ زيدوا الراتب يرفعت الدين. أبشر بالصحة. طيب نبدأ بمحورنا ولا؟ توكلنا على الله. نبدأ بالمحور الأول والفيديو الأول. بسم الله. تفضل يا أسامة القاضي. عطنا محورنا الأول. نصرح من هذا المنبر للكوتش. لا أحد يجي في الفقرة. وش اسمه طارق؟ طارق. طارق احسب حسابك. لا تجي معك إلا 100 رجال. اثنين ثلاثة ترى تشلهم معك. طيب ايه هذه صارت ظاهره الحقيقه، ظاهره حقيقه مزعجه وصارت محتوى وتعطلكم. والله تعطلكم. احنا اذا تشوفونا احنا في زوم عندنا ساعه وهذا عملنا. انت متسابق يعني يصير كل يومك كله الكلام عن المقدم هذا والكلام عن المقدم هذا والكلام. هذا يشغلك وايضا انت معرض ايضا للخصم لك، اكيد بيبدر منك يعني بعض الكلمات وغير مهنية وغير محترمة. هذا مقدم جاي يشوف شغله أكبر منك مسألة وش اسمه وش اسمه، ولا تبخ تدري ما تطلع من هذه الدائرة. إيش رأيك يا عادل هيف؟ بالنسبة لي أنا كانها طولت السالفة. إيوة سالفة إيش؟ سالفة ذي السؤال واجد الليلة. طيب تفضل. بالنسبة لي أنا فيما يخص تعاطي المتسابقين مع المقدمين، إيه أنا أعتقد إنه فيه شحن مبالغ فيه من قبل المتسابقين ضد المقدمين. أنت نهاية الأمر متسابق، المقدم أيوة. يحق له أن يصنع في الفقرة ما يشاء. أنت عندك مشكلة فيه شخص اسمه تركي الدوسري، هو يحل لك المشكلة هذه. متى ما صارت في دخولية أو كذا يطول العمر تقدر تتواصل معه أو تقدر تتواصل مع الإعداد. أما أنك تتهجم على المقدم وتتكلم وتقزم منه أثناء الرياليتي، أنا أشوف هذا منظر لا يليق فيك. ممتاز، ثلاثة أمر أنت متسابق ووقعت على عقودك. شفنا اليوم ما حدث مع الكابتن طارق، كذلك نواف عقاب. طبعا لو سألتني وش أفضل ما في اليوم أنا أقول لا 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 لا. العصرية، عصرية سلطان وعبد الله الحافي. وأسوأ ما فيه نواف عقاب قال كلمة حقيقة هي لا تقال، تمام، من ضمن محور الإساءة للمقدمين. بالنسبة لي نواف عقاب حتى يقول ما يستفزون حتى لو دجاجة. أنا والله ما قد تعاملت مع الدجاج يا نواف، وأنا لو انتقدت الدجاج اللي موجود في القرية أعتقد أنه تأثيره في القرية أبلغ من تأثيرك ما بين أخوياك. لذلك لو لم تستفز حقيقة يا نواف لما رأيناك تتكلم بكلمة أنا أستحي أن يقولها الرجال وجه لوجه، فما بالك أنك تقولها في الشاشة. لا أنا لست مدين باعتذار ولا الزملاء، أنت مدين باعتذار لنفسك وللجمهور، وشفناه وتكررت مع أكثر من مقدم. لا طيب. بد أن ترك الدوسري يضع لها حل. بنرجع لها نستعرض مقطع الكابتن طارق، ونبيك تعلق يا عمر هذال على هذا المقطع وهو اللي الحقيقة بداية الفورة حقت اليوم. خلنا نشوف الكابتن وش سوى الكابتن مع سلطان الوهبي. ما معنى ساعة؟ ها؟ ما معنى ساعة؟ ما معك ساعة تيجي متأخر؟ ماني متأخر. ها؟ أنا رحت أقوم صحي الشباب وجاء. إيش؟ صحي الشباب وجيت. رح صح الباقيين يلا. أنا ماني متأخر، أنا موجود هنا من يوم. طيب إيش جالس تسوي الحين؟ أنت متى جاي الحين؟ أنا 15 دقائق كنت موجود، أنت اللي كنت موجود. 15 دقائق فقرة متى تبدأ؟ 15. خلاص لا 15؟ إيه. 5:15. 15 أنت تقول هذا. 5:15 قايل، وقبل 5:15 مو من حقك أساس، مو من حقك تحاسبني، هذا أول شيء. زين؟ ثاني شيء جيت قبل 5:15. أنا جيت أستثنيك لين 5:15، 5:16 أنت ما أنت بداخل، وهذا الكلام اللي ثبتناه قبل. المتأخر أنت ما هو بأنا، أنا موجود من أنا المتأخر؟ إيه أنت المتأخر، أنا طول البث موجود هنا. أنت تحكم علي الحين؟ نعم أحكم عليك. ها؟ إيه نعم أحكم عليك. تعال ماني بجاي. وين بتروح؟ بجلس. اطلع. اطلع أنت، أنا ماني بظاهر. اطلع أنا؟ إيه. اطلع. ماني بظاهر يا ولد. تجلس أسلوبك معنا لا تقول أسلوبك. انا الحين شوف اكلمك بهداوه، ما له داعي اني اجي اسحبك واطلعك من الباب. ليه تسحبني؟ عندك صلاحياتك تسحبني اصلا. إيش؟ عندك صلاحيات. إيه عندي صلاحيات، ما انا فقرت عندي صلاحيات. لا ما عندك صلاحيات. ايش ما عندك صلاحيات؟ ما عندي صلاحيات. شفنا المقطع وشفنا بدايه الهوشه
ونشوف ايش يقول عمر هذال. ايش رايك؟ اول شيء اذا كان الكوتش طارق امسي عليه بالخير والله يذكره بالخير، كان لنا قبل معه صورات وجولات، اذا الكوتش طارق يعني بياخذ الفقره بهذه الجديه والرسميه القاتله للمتعه، فاتوقع انها ما بشكل ما هو بجيد. لا مانع منك تكون حازم وجازم، لكن يا اخوي بعض الشد ورخ. طلع المنظر هذا سيء امام الشاشه وامامنا. صح، يعني اذا كان سلطان اخطا 1% فانت يا كوتش طارق اخطيت 55 و90 و2000%. يا اخي تعال تعال، وش صلاحياتك؟ اجيك اوريك صلاحياتي. اسلوب مقدم هذا يا كوتش طارق، المفروض انت تدير الفقره بشكل جميل وانك تطلعها بشكل جميل امام الناس، تفرض عضلاتك. هو سلطان يا حليله، طيب احترم الفوارق اللي بينكم، ايش عندك؟ اطلع تعال. طيب يا اخو خليه يقعد خلاص، هو شفت ان المتسابق هذا اصر انه يقعد، خليه يقعد وخصم عليه، مو بلازم تعال طلعوه جيبوه. يا كوتش يا كوتش ترى ما هو في، يقولون حتى رشيد اليوم من قوه ضغط التمارين نسى ركبته على في الصاله، وواحد ثاني يدور التراي حقه. هم جايين جنتل، والظاهر انت قدمت النون، انت وفريق الاعداد على الجيم في الفقره هذه، وصاروا صار نجتل، ما هو بجنتل. يا كوتش يا كوتش هد اعصابك، وفرد العضلات هذا ترى ما يليق فيك، يعني ما يليق فيك امام الشاشه. المفروض ان المتسابق اخطا في التعامل معك، هذا يعني شيء اللي يقول عنه صح غير صح، لكن المفروض انك تداركت انت الموقف، ما هو بتعال اوريك صلاحياتي. وش احنا في الشارع مضاربه؟ يعني شيء طلع بشكل دورت وش ابى اقول عن الموضوع هذا، وجدت ان اقل ما يقال عنه انه طلع بصوره غير جيده من الكوتش، اولا لانه هو اللي تحمل المسؤوليه هذه. يا اخوي ما هو بلازم يعني بسلطاتك وبابا غنوجك وتقول يلا بسوي وافعل، يعني جيت كلك احترم يا اخي. عمر كان عندكم الكابتن طارق صح؟ نعم. في كاريزما؟ نعم. كان كذا شرس؟ لا، هو كان الكوتش طارق كان حازم وجازم، بس ما قد طلعنا احنا وياه بالصوره اللي طلعت اليوم. تعال اوريك والله لا طلعك، طلعوه جيبوه اصبروا. يا كوتش ترى يعني عضلاتك هو كان معناها متسابق عن متسابق يفرق. نعم. يعني انتم ما كنتم يعني تستفزون الكابتن، او انكم تعرفون تتعاملون وتجون على الوقت. لا هو شوف نفس المتسابقين نفس المقدم، لكن الان الكابتن طارق هو الان يمكن عليه ظروف شوي، تعبانه نفسيته. انا ما اتفق ولا اتفق مع عمر بن هذال. في نهايه الامر التصرف المتسابق مهما كان يعني لابد انك تحترم الفقره. تاخر طارق الكابتن طارق 10 دقائق ربع ساعه، ممكن يكون في خلل فني، ممكن طيب. المايك عنده فيه مشكله، البيز فيه عنده مشكله. انت كمتسابق لابد انك تنتظر، عارف ان في فقره وعارف ان في مقدم. طالما ان الاعداد ما بلغك ان الفقره الغيت، ممتاز، فيجب عليك ان تلتزم لوكيشن الفقره. قضيه انك تروح تقوم اخوياك ما هو ذنبك انك انت مجتهد وغيرك كسول، لكن اتفق مع عمر ان الكابتن طارق كان المفروض يكون عنده شويه مرونه، لكن في تطبيقه لقرار استبعاد المتسابق هذا حقه كمقدم وابسط حقوقه. المتسابق يا ابو نايف معلش، والمتسابقين الان يشوفوننا، المتسابق هل من حقه يقول انت اللي متاخر؟ لا، مو من حقه. ايش الكلام ده؟ ما هو من حقه بالعكس. يا اخي انت لا تحاسب المتسابق على ردة الفعل وتنسى الفعل. اسلوب الكوتش طارق كان اسلوب استفزازي يا اخو. الحاصل الخطأ يتحمله المدرب. الخطأ اذا كان سلطان مخطي ولكن الخطأ الاكبر على الكوتش طارق اللي قام يفرض عضلاته اللي الله انعم عليه فيه. انا ودي اقول خطأ عليه بس انا ساكن في الخرج يعرف بيتنا. طيب وش رايك؟ وش راي عادل؟ بالله يقفلوا الباب. رايي انا المقدم يملك كامل الحقوق. المتسابق اخطا كذلك في رده فعل. طيب يجب ان يعرف المتسابق ان المقدم هو قائد الفقره، ويجب ان يعرف المتسابق انه طالب. انت الان طالب في مدرسه اعلاميه والمقدمين اساتذه، لابد ان تتعامل وفق هذا الاطار. ان طالب هو معلم يطردك من صلاحياته، جميل، انك تراده ليس من صلاحياتك، واضحه؟ سالم قبل تطلع سلطان لو في شيء يعني يذكر للولد يعني نقطه ايجابيه انه شجاع يستاهل، يعني العلم بليسك يا سلطان. والله العظيم لو اني قدام الكابتن طارق ذا ها لو يقول اطلع من القناه اطلع من بعدين يا اخوي ما يلام ترى يوم الكابتن سلطان شجاع
بعدين ما يلام يا عمر، عمر ما يلام ترى يوم يطلعه، هو كان هو مفروض انه يطلع سلطان بسبب او باخر، لابس بدله ولابس وعاصب راسي اخوي، انت رايح تصرخ ذبيحه ولا رايح فقره رياضيه؟ عادل احيانا يفوز الذكاء على العضلات، انا اذكر اني كنت اتاخر على الفقره بس طيب. كنت اجيب ورقه بيضة ولا اجيب فيه نقطه بس كان منظرها سيء امام الشاشه في فقره الكوتش طارق يعني اللي هي جنتل اسم ايه؟ البرنامج جنتل ايه؟ طبعا الكوتش طارق حط النون قبل الجيم هذا لا خلاف عليه ايه؟ لكن تلبس بدله وتعصب عمامتك وين الجنتله في الموضوع؟ من اللي لبس بدله؟ المفروض سلطان يعني الولد كل المتسابقين اربعه ولا خمسه انا شايفهم عاصبين رؤوسهم وين رايحين حنا؟ المفروض من اساسيات الفقره انك تكمل تكميله رياضيه وجنتليه اي مضبوط ما هو بتجي عاصب عمامتك وكذا وخفوا على ارشيد شوي تراه بدون ركبه وسلامتك ارشيد ما عنده ركبه؟ ضيعها اليوم الكوتش طارق طيب فعلا هذه ملاحظه اللي قالها عمر وش هي ركبه؟ لا ركبها ما ادري عنها ما بعد حقق فيها لكن انك تجي معاصب راسك ترى هذا خطا وشكله مو بزين ولو اني ايضا ودينا الكابتن يكرر عليكم واللي بيعاصب راسه يطلع برا بعد ترى من صلاحيات المقدم لا تقول ليست من صلاحياتك وايش صلاحياتك فهذه من صلاحيات سوي فقره مصارعه المقدم مع المقدم متسابق اراد مقدم هذه سيئه الأسوأ ان مقدم يسقط على مقدم اخر خلنا نشوف المقطع الجاي جوالي حلو ابلغ عليك السلطه العليا رجال السلطه العليا تدري انه في اشاره مني اوه رتب كلامك سريع رتب كلامك في اشاره مني ان شوف كذا والله ها لا 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 والله تكفى لا لا تكفى والله تكفى خلاص تكفى تكفى خلاص خلاص طيب احمد العوض يسقط على السلطة العليا أفا. يعني لو سقط على واحد منا ترى ما يخالف حنا سامحين لكن السلطة العليا أنا أعتقد أن ولا لهم برر بالرغم أن أحمد العوض اليوم أضفى شيء جديد على المطبخ لابد أن نحق الحق أبو عادل أبو نايف أنا أرجع على المطبخ في نقطتين النقطة الأولى للأمانة اليوم ظهور أحمد العوض كان أفضل من جدا أمس. ممتاز ايه. الأمر الثاني مشكلة أحمد العوض لساته يتوقع أنه متسابق يتعامل مع تركي كأنه متسابق ومقدم أوكي أنت تحترم تركي ولكن مش كل شوي تستخدم تركي الدوسري كإسقاط لك في فقرتك ممتاز ما تنفع حتى قدام الشاشة خلي المقدمين وخلي تركي الدوسري على جنب واشتغل مع المتسابقين اللي راح ينجحون فقرتك الامر الملحوظ الكاركترات امس دخل بكاركتر وكان كويس للامانه اليوم دخل بكاركتر تمريض وشنطه سباكه ما لها علاقه في المطبخ يعني اذا بتلبس كاركتر البس كاركتر تعطي فيه ايحاء لنوع الطبخه مثلا يعني الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير عبد الله الفريدي قد سوى اسقاطه لبس كاركتر هندي لان طبخه هنديه ولا جميله يا اخي جميله يا اخي لكن تلبس كاركتر تمريض وشنطه سباكه وتدخل طول العمر فقره مطبخ يا عادي لو لبس خيار ها لو لبس خيار تقول عصير كوكتيل مو بفقره لا طماط وخيار انا بعد اذنك ابو نايف احمد العوض مجرم اعجبني والله صراحه في المطبخ احمد العوض جاب للمطبخ حاجات جديده ما كانت فيه جايب كاركترات ويسوي احداث عادي يحرق المتسابقين يحرق المطبخ يحرق المنتجع يحرق الاداره اهم شيء انه ما يطلع من المطبخ والناس ما تتكلم عن المطبخ اللي هو احمد العوض نعم. اليوم وطريقه استخدامه يوم من احترق المنديل كان طريق استخدام ذكي انا شفت احمد العوض يوم من احترق المنديل وش سوى ما صب عليه مويه وش سوى ولا طفا ولا جاب طفايه الحريق قال خافت النار وطاحت تحت أيه. فبيض الله وجهك يا احمد على حسن تصرفك في ويسوى عدم قال اوف بس اوف كذا اوف منك يا احمد العوض اوف منك اوف منك وطاحت النار يعني طاحت النار شوف رد السلطه العليا على تغريده على كلام احمد العوض معناها انه مستاء ابو سلطان مستاء جدا مستاء واحنا مستائين بعد مشتاقين كلها يقول تركي الدوسري هذا تبلش فيه متسابق ومقدم هو بلشة صراحة طيب عادل قبل شوي يقول المفروض انك تركز في عملك يا أحمد العوض وتترك منك المقدمين تترك منك السلطة العليا الرجال ركز بس تركيزه صار يعني بشكل أحرق الدنيا أحرق الدنيا يوم ركز بلا عطونا التعامل لا عطونا مقطع المطبخ الاحتراق ها موجود إذا موجود وسائل الأمن والسلامة أيضا
في طفاية حريم والله في طفاية نعم متأكد؟ نعم في طفاية أنا أتوقع لا موجودة والله أقترح عليهم أنهم يجيبون دورة بدال ما يعطونهم دورة جنتل وكذا يعطونهم دورات الدفاع عن النفس يعطونهم دورات طفايه الحريق يعطونهم دورات كيف التعامل مع شخص اكبر منك حجم أيه؟ بتكون افضل من دورات انهم يصيرون جنتل لانهم يحتاجونها لا كثير يا اخي تكفى اذا في مقاطع لا عاد تجي اقسم بالله اني اجي مروق اني يضيق صدري يا اخي اليوم خاصمين 1000 على يا اخي حق يا اخي قد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي يا اخوان ارجوكم فقره مطبخ يا جماعه فقره مطبخ اجي انفخ واطبخ واصلخ يا اخي 1000 ليش يا اخي ألف ليش؟ أنا ودي أعرف إذا كان عندنا فقرة مسابقات إن شاء الله في قادم الأيام أيه؟ كم بتعطونهم؟ على 500-600؟ إيه وهذه 1000 خصم لا واللي يفوز قل كم؟ واللي يفوز كم؟ عشان أرد عليك 250 يعني أنت تعال أطبخ ونخصم عليك لذلك أنا قلت الحقيقة أنا قلت الحقيقة أن لابد أن تلغى جميع النقاط ألغى يا شيخ وفكنا أنا أشوف مثلك يا أبو ألغى نقاط المطبخ لأنها يا اخي الحل قدامهم بس هم ما يبونه يا اخي الفايز عطى 600 نقطه أيوة والخاسر عطى 300 نقطه وخلهم يطلعون مبسوطين يا اخي الفقره للجمهور يا مسلم الفقره للجمهور ما هي بلي ولا هي للمتسابقين حتى الفقره للجمهور الناس تبي تستمتع تبي تنبسط اليوم يا اخي نفس الطريقه نفسها عمر يطلع من دائره الخطر ويدخل بداله سالم جيب سالم الراقد لا اله الا الله وش هذا يا جماعه كم 1000 والله لشيل والله ما تشيل والله لشيل والله لشيل يا اخي قطة استراحة ولا نقاط يا اخي برنامج غريب برنامج غريب والله يعني المقدمين تهاوشوا مع المتسابقين أيوه. المطبخ يحترق الفائز ما ياخذ نقاط النايم يخصم عليه المكيف ما بشغال الكل طارقة ما بقول في جدان المجنب على الأوادم ما يخلى لا زلمه من جردار جوابار يعني راقد يا عالم ينادي تعال يحسبي صحيح الصلاة عموما ترى الصلوات بعضهم ما يحضرها وهذه ترى سيئة جدا يصحيه يحسبه صحيح للصلاة ايه؟ قال تعال قال وش تبي قال تعال بخصم عليك ألف استغفر الله يا اخي اعطونا حمد برنامج منتي انا اتمنى ان فيه تاريخ انتهاء لاني بشوف البرنامج منتي من عام 2010 ما يعرف كيف يبتدي زود راتبك يا سالم منو الشيخ ذبته حلو انا احنا ترى احنا لازم نلبس مضادات للرب تكوى المطبخ المطبخ والله استغفر الله انا مثل ما طالبنا الان بمنع الجوالات احنا نضم صوتنا مع المتسابقين والله في ظلم والله في ظلم ترى ظلم يا ابو نايف ظلمات يوم القيامه ظلم والله ظلمات يا اخي رجال متغرب ومتعني تخصم عليه 1000 عشان ما عرفت تدري انا يعني ملوم المتسابقين اذا طلعوا على الهى وقالوا فلان ما في يا اخوي دباله وتسبود يعني يا عمر المر والطحال كل شوي مقدم يجي يضربك مطبخ يولع يخصم عليك وانت راقد انفجروا لا والجمهور انصحكم انفجروا لان الضغط هذا بيخليك تنفجر انفجار ما هو بزين بس ندورك مكان الانفجار الطيب وانفجر لان احنا هنا بننفجر بعد حر والجمهور بعد والجمهور زعلان الجمهور لا الجمهور ترى جوهم كذا طيب لا سؤال ها معناها اللي يجي عليه دور المطبخ اصلا ما في قرعه اللي يجي عليه دور المطبخ حقره بقره يتمنى ذاك اليوم انه ما جاء ليه؟ يعني ليه مخصوم ما يلا وهم فاز 250 يدخل متوتر حتى ما يقدر يعطيك جو الفقرة ما يقدر يستمتع معك ما يقدر تقول عطني شيء له والله من بحافظ هو حافظ بس مو بجوه عطيك شيء لذا الحين وتخصم عليه شوي ايه وتخصم عليه 1000 بعد شوي يا اخي طيب احمد العوض نجم انا احب احمد العوض قديش وكحنان ايه كحنان برضه نجم علي الجعيدي نجم بكره في نجم بعد قوي جدا جدا يلا لكن شوف. مشكلة احمد العوض انه يفهي شوي ها يفصل هو احلى ما فيه فهاوت ايه؟ ترى فهاوت هي اللي تجيب يفهي بس لا يدهورنا خلونا نشوف تعامله الجيد والذكي مع اهنيه والله الحريقة هيبه اللي خلت النار تتوقع تحت مويه طيب ولعنا صدق لا غلط الله يفشلني حركاتي بسوي حركات هوب 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 المفروض تفوزين على فاشلين فاشلين لا وش تخصم والله ما يخصم شيء فاشلين وش تخصم وش تخصم في زوم اليوم من اليوم ارجح في حريقه ولد والله حريقه طارت هو نزلت تحت عندنا طارت فوق وش سالفه
الحمد لله الحمد لله. شوف شوف حب لا حط يعني كيف عنده طارت 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 فوق الحمد لله تصرف تصرف الحمد لله على السلامة. تدري في طفايتين تدري في طفايتين الله يسعدك الحمد لله تدري في طفايتين وراه وين في طفايتين وراه الحمد لله احنا طفيناها طول دحشنا طفت بس يا اخوي انا نارنا غريبة طلعت فوق لا 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 ما الحمد لله الحمد على السلامة ابو هذال هلا هلا والله يسلم الله العظيم مشكلة الله يمسيكم بالخير ما قصرتوا حدث وش رايكم في الحدث؟ ايش عندكم هنا؟ وين ماخذين الدورة هذه عند من؟ ها؟ عند من ماخذين الدورة؟ هذه دورة اقدح عند من؟ دورة عند احمد العوض برضه نفس والله احمد العوض اليوم بس احمد العوض عندي مشكلة مع حبيب هو نفخ النار طاحت تحت احنا نفخناها طلعت فوق فوش وش لا في واحدة طاحت هنا تحت في واحدة طاحت وواحدة طلعت فعنده سر هو بس والله اربشهم هو مربوش يدابكون يمين يسار سؤال قبل ان نختتم نختم نختم المطبخ بدون ساير افضل مع انت بالصدق بدون ساير افضل والله يا ساير انك ثقيل يا ساير والله العظيم ما ساير مثل الاكسجين اللي يعطي المكان روح طيب انت ثقيله وجعله من في الدم طيب اعطوني اعطوني نواف عقاب اعطونا نواف عقاب في غرفه التواصل نبي نسولف معه وندردش معه نواف نجم لكنه خفت ضوء الحقيقه أفا. انا كنت اظن فيه انه يعني بيشعلل بدأوا هم يركزون على أشياء جانبية هامشية. شفت اللعيبة اللي في الملعب؟ بدأ يصنع رياكشنات. إيه، هو صانع رياكشنات. اللعيبة اللي في الملعب يلعبون، اللي برا يحللون. صح. إذا كان اللاعب بيجلس يحلل، من اللي بيلعب؟ ما اللي بيلعب؟ نلعب إحنا. ترى هذه خطيرة والله والله خطيرة. خلنا نشوف إيش عنده أبو عقاب. عطونا نواف. نسلم عليه. يا مرحبا. نواف. هلا ومسهلا. نواف تسمعني؟ إيه نعم والله. عقاب. أرحب. ما ادري ما اسمع ما صوته مو عندي واضح واضح ابو سماعه ارحب اي البقاء مساك الله بالخير يا نواف النور يا هلا ومرحبا شلونك ابوي طيب خير ابشرك يلا حيه بقاك الله كيف البرنامج معكم والله طيب جيد اي بالله لكن فيه عادل هيف كان موجود عندك نبي موجود نشوف. عادل هيف وموجود عمر هداد شوف اطر الدجاج وهو عاد له خبره قبل اصبر خلنا نشوف فيديو بنرجع لك بنعطيك لا تستعجل على الدجاج نواف اصبر اصبر يا نواف اصبر خلنا نشوف الفيديو اللي بنسأل عنه نواف عقاب اعطونا الفيديو عمر هذال يقول ما عندك محتوى تعاقب انت وياه بالله دقيقه دقيقه تعال عمر هذال يقول ما عندك محتوى تعاقب انت وياه بالله دقيقه دقيقه تعال عمر هذال يقول ما عندك محتوى اولا اتعذر من عمر الهذال نواف اصبر اصبر ابوي اصبر اصبر تكفى والله والله بعطيك فرصتك بعطيك فرصتك انا والله اني زعلتني الكلمه هذه و نقول انها فلتات لسان لكن على الهواء مباشره اصلا اللعب على الاخطاء واللعب على فلتات اللسان معك الناس المعنيين بالكلام اللي ذكرته عاد اول شيء حتى يا نواف ارحب اول شيء حتى لا الله يبقيك اول شيء حتى لو ذكرت انت عمر خصيته بالاسم اذا خصيت اي شخص منا كانك تخص الجميع هذا الامر الاول الامر الثاني يا نواف انا اتفهم اعتذارك حتى لو كان متاخر فالاعتذارات المتاخره تفقد نصف قيمتها يجب ان تعلم ذلك ابو عقاب الادهى والامر يا سيدي الفاضل ما كل شيء حقيقه بالاعتذار ممتاز او يمحى بالاعتذار في كلمات يا نواف انت امام شاشه وتتعامل امام شاشه وانت منت صغير كبير وفاهم وعاقل وتدرس وتعلم وتتعلم بكل تأكيد جاء الربط العمر اليوم أو ما حدث البارحة يا نواف يعني مستغرب منك يعني كلمة مثل هالكلمة ما تقال لرجل قدام رجال قدام رجال فما بالك تقال أمام شاشة فأنت يجب أن تعرف جيدا يا نواف أن هذا المايك سلاحك والكلمة متى ما خرجت منك لن تصبح ملكك هي ملك الناس الله. فلا تلومنا إذا جينا اليوم وانتقدناك ولا بكرة وانتقدناك حقكم سمعت يا نواف منكم. سمعت نواف الله. أنا هذا انتقاد محب هذا انتقاد محب حتى وإن اعتذرت أنا بالنسبة لي ما يهمني اعتذرت ولا ما اعتذرت يا نواف ولكن هذا يعني كلام لعلك تستفيد منه في قادم الأيام جعل ربي طول عمرك أولا ما تعذر أنا من عمر بن هذا علق علق يا نواف أنتم متهمين أن إحنا يعني ما نترك لكم مجال علق أقول أولا ما تعذر من عمر بن هذا إيه ثانيا والله فلا ادري ان علي الكاميرا انا يعني يوم اقول الكلام اذا كنت ليه؟ لا تدري فتلك يوم اقول الكلمه الثانيه اللي هي ما تنعد قدام الرجيل اي بين رفيجي يوم انه قطع علي كلام طيب ما هي يم عمر بن هذا
صل على النبي وانا تعذر من نيه. صل على النبي يا نواف حق لا اله الا الله. ما بعذر ما بعذر، الكاميرا عليك ولا ما هي عليك، الاخلاق واحده. قل لا اله الا الله. اسمعني اسمعني، انا يوم اقول الكلمه الثانيه اللي جبت لي نيه. اسمعني وانا اخوك، اسمعني وانا اخوك بنعطيك مجال. الاخلاق واحده يا نواف ابن عقاب. الاخلاق ما تكون امام الكاميرا شيء وتحت الكاميرا شيء، الا اذا كان في شيء تحت البث احنا ما ندري عنه، ولكن كونك تكلمت بكلمه و... انا يوم اقول الكلمه بين رفيجي، انا يوم اقول الكلمه رفيجي يوم قط يوم عطاني الكلمه، ما هو على الرجال. الرجال ما، بس انت ما خصيت رفيقك، خصيت الرجال معه. نواف انت تعتذر الان؟ اي بالله اعتذر وخطاك حتى العذر والله ما يمحى يا نواف. تعقب الرجال كلمة تتعقب ترى ما هي بزيانة. بيني وبين بيني وبين اخوياي عشره، وبيننا عيش وملح. انت ما خصيت، اما عمر بن عدال ما اعرف سلامته، ما اعرف الا بالشاشه هنيه والله يمسيه بالخير. هلا هلا. انت ما خصيت اخوياك، انت تقول بيني وبين اخوياي، انت ما خصيت اخوياك يا نواف. انا لو خصيت اخوياك انا عديت الكلمه الاولى، الثانيه الرفيجي. وثاني شيء، ثاني شيء لو خصيت اخوياك خصهم تحت البث، اللي بينكم بينكم، لكن امام الشاشه لابد انه يعرض. الكاميرات هنا فوق 50 كاميرا، انا ايش دراها ان عندي انا؟ طيب انا رايح اغسل. طيب طيب عمر عفوا نواف تبون من شيء الان؟ ايه نواف احنا شفنا اليوم حمد المري، وش اللي بينكم وبين حمد؟ ما بيننا وبينه لا كل علم طيب ان شاء الله. الرجال جاء طلب منا مشهد وانا عييت لاني ماني حق مشاهد، ولا هو اللي هذا متفق عليه، لكن يوم انه نقز على بداح ايه لا هنيه نوقف كلموني 24 رجال. يعني شوف مقدمين يدخلون هنيه على عين والراس يفرضون احترامهم لنا، اما رجال من دخل قم انزل شل ود، هذا احنا رجال يا الرجال. ما طيب تامر ما تامر وتنهي السلطه العليا اللي هي السلطه العليا ترك الدوسري، دخل مع الباب ما سلم ولا على رجال هنيه، جت بخطرنا لكن احترامه قدرنا نقدره، قال جيب مخده كل ابونا ودنا والله نجيب المخده، لكن الرجال يجي يفرض عمره هنيه قدام 24 رجال. لا بالله احنا رجال يا رجال. طيب اسمع نواف لبيك لبيت حاج، اول شيء احنا 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 ما نختلف معك، حمد المري ما زال يعتقد نفسه انه متسابق في سكريبت قاعد يمارس يمارس طيشه. انت حمد واكيد انك تسمعني، انت معك الان ربيز ومعك مايك، لابد انك تحترم الرجال اللي موجودين في في البرنامج المتسابقين، وتعاملهم معامله اخو الاخوانه بالنظام، سواء الاداره اعطتك صلاحيه، وانا اعلم جيدا ان الاداره ما اعطتها صلاحيه اصلا، ما اعطتها صلاحيه فانه يمارس طيشه، فاذا الاداره اعطتك صلاحيه فهي صلاحيه وفق النظام. تقدير على الرجال، ما هي على اداره ولا على اداره. اسمعني قدر الرجال اللي قدامك. اسمعني تقول قم جيب لي كرسي ود بجيك اسكت بجيك نواف، فإذا الإدارة أعطتك صلاحية يا حمد المري فالتزم بالبنود 1 2 3 4 5، الاجتهادات اللي ممكن توقعك في حرج وتوقعنا في حرج وتوقع المتسابق في حرج وتجعل منظر الشاشة باهت جدا، لا هنا نقطة نهاية السطر ووقف يا حمادة. لكن أنا بسألك يا نواف بن عقاب، حمد المري جاك خصيصا وطلب منك أنك تصنع معه دور بطولي في دخوليته؟ دور لكن ما هو دور هذا اللي صار قدام العالم هنية، وحنا نتعذر للمشاهدين وللإدارة. طلب منك انك ترفع حدة النقاش معه ورفضت. بيض الله وجهك. دقيقة دقيقة ايش اللي رفضت؟ حمد المري حمادة جاي قبل ما يخش ويقول سوي كذا؟ مشهد ثاني، ما هو المشهد ذا. اي وشو وشو؟ بيني وبين الرجال. ايه لكن المشهد ذا لا هو اللي قدام العالم متفقين عليه، لكن بداح ولا غير بداح 24 رجال هنية كل ابونا بيد واحدة. ايه قدر الرجال قدرك، تحاشمه يعني من حاشمك ما تقدر ما خال ما خال ما خال، انت تقدر الرجال وحتى تقول الرجال تعقبوه. لا 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 اقول الاخويا اقول الاخويا يسلم حجاب. اسمع اسمع انا بحماده الان، حماده الان جاء قبل بيني وبين بيني وبين حماده عادل هيف نشدني جاوبت عليه، بيني وبين حماده جاء طلب مني حاجه يعني فكاهيه ضحك يعني تصنع. استغربت من الرجال من دخل مع الباب مشهد ضحك بيني وبين رفيجي. نواف نواف ايه طلب منك مشهد، طلب منك مشهد. رفضت طيب. لاني ماني حق مشاهد، لاني اسمعني. اذا انا على واقعيتي شيء يمثله ما اقدر عليه. طيب عطنا عطنا فيديو اللي عطنا طيب. فيديو بعده في بلاوي هنا في البرنامج ذا في بلاوي، عطنا عطنا الفيديو اللي بعده. شوف الفيديو الثاني يا الله يجعلك في الجنة. يا سلام الله على جيل يا سلام الله على كات كات يا بابا كات كات يا بابا عندي عندي بس
احنا كان بنسألك عن هذا لكن انت ضربت بنا طريق مهم جدا اللي هو حماده. المقطع هذا اتركه ما نبي انا ضل الكاميرا كلام فاضي كله ابيك حماده بس النواف نواف اسمع لي بسألك سؤال واضح وعطني اجابه واضحه حمد المري طلب منك انك تصنع معه دور ممتاز اليوم في فقرته هذا الدور عباره عن مشهد تمثيلي ولكن يخيل للمشاهد انه غير تمثيلي صح صح لكن مو المشهد اللي صح بيض الله اللي يتكلم خلاص اللي يتكلم جنبك من هو ما حد جنبي هو صوت صوت بس انا ضعيف الولد ما اسمع ارفع الصوت ارحب صح ولا لا يا نواف نعم بس. نعم لكن ما هو المشهد اللي صار خلاص بيض الله وجهك بس نبي هذه بيض الله وجهك نبي هذه يا نواف مشهد فكاهي ضح خلاص حبيب. خلاص خلاص لطيف اللطف شكرا 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 انتهينا انتهينا شكرا ابو عقاب مرحبا والله كان شايل عليكم امور واجد بس اعطيتنا هذه بنوقف عشان تعرف تحياتي ابو عقاب يا عمر بن هذال عمر هذال زعلان عليك ولا بيكلمك ابى اجي وبحب على ما يبيكلمك والله ما يبيكلمك لبي يقول الرجال اللي عقب الرياجيل لا بالله ما لا لهم من طبعا لهم من سلمنا يا سالم بن الحجاب ها لهم من طبعا لهم من سلمنا يسمعك يسمعك وانا ماني مجبور يوم اقول اتعقب الرفيجي عط الكاميرا عط الكاميرا عط الكاميرا ها شوف كيف يا عمر بن هذال بالداخل يا عمر يقول لا العذر منك وش يقول لا ولا هي يمك وحنا خلاص خلاص معذور وشكرا لك نواف شكرا ابو عقاب حشمر رجيل يا سالم ما قصر ما قصر نواف شفت حمد المري بس احنا مشكلتنا في حمد شكرا ابو حمد المري كيف بس يدخل اليوم في مشهد ترى مش مشهد فكاهي بس نواف عقاب كرم منه ما يبي يحرج حمد المري ممتاز حمد اذا انت ما انت واثق في قدراتك ممتاز ولا انت تملك الاسلوب اللي ممكن تخلي المتسابقين ينجحون فقرتك لا تجي تتعاون معهم في مشاهد تحت البث عشان ينجمونك فوق البث انا اعترض على كلام عادل بعطيك هذه بس عمر ليش المقدمين وخصوصا الجدد يعتقد انه اذا فبرك له مشهد انه بيصير وقع على المشاهدين يعني جميل. سليم جميل. ما يدري ان المشاهد يتقبل يعني يتقبل او انه شاف الكابتن وقال بسوي مثل الكابتن بالله اسهب في ذلك يا ابو اول شيء جمهور يا عيال ترى اقسم بالله العظيم انكم قدام جمهور ذكي جدا يعرف هذا حدث ولا حقيقه يعني احيانا واحد يتهاوش مع خويه صدق على الهواء وبعد ساعتين يجون يقول والله ان سويناه مقلب الجمهور عارف انه ما هو مقلب اصلا ويعرف اذا كان مقلب ولا ما هو مقلب يعني لا تحطون انفسكم بشكل بايخ قدام الجمهور هذا الذكي اللي يتابع البرامج من قبل 15 سنه اذكر اثنين يتهاوشون صدق على البث ويوم يشوفون قلبه الناس عليهم يطلعون يقولون الله الناس كنا نسويه مقلب والجمهور عارف انه ما هو مقلب انا ما عندي مشكله انك تصنع انت حدث انت خويك قبل لا تنامون فكروا في احداث تسوونها بكره بس طلعوها بشكل حلو فك يعني فيه احد تمون عليه ويعرف وتعرف وزنيته ويعرف وزنيتك اطلع انت ويا بكره وسووا حدث حلو والجمهور بيسلك لكم وبيقول الله ما شاء الله جميل لكن الان يتفق تبيع المقدم طيب حماده دخل وحاب انه يحرك جو فقرته ما عنده مشكله يقول يا مثلا سالم اللي بسوي انا وياك كذا وعطني كذا هذه جو برامج الواقع انت حاول انك تنجح انت والمقدم اما تطلع بالشكل هذا تقول لا والله كنا اتفقنا وما اتفقنا فاللوم اللوم اللوم عليك انت اول من اولى من المقدم لان المقدم همه نجاح فقرته بتفق مع سالم بتفق مع عادل بتفق مع المتسابقين ان ننجح بالفقره فهذا شيء من حق اشوفه من حق حماده لكن اللي وصل له الامر حماده برضو من مده اليد ومن التهجم اللي صار على المتسابقين المتسابقين الله يعينكم انا يعني راح احاول بما اوتيت من قوه راح اتواصل مع اداره القناه انهم يجيبوا لكم مدربين دفاع عن النفس هذه الفقره الوحيده اللي تحتاجونها طيب الحين لو ما علمنا نواف عقاب والله ما درينا فشكرا يا نواف عقاب لا ندري لا والله ما انه شو والله العظيم والله العظيم من يوم تشوفه والله ما واضح والله ما واضح الله يسعدك دقيقه اطلع في كادرك معلش معلش يا بابا معلش ايش فيك ابو حزام عطني زوم يا بابا بابا عطني زوم لو سمحت قل عشان هو ما يسمع الكلام يا ابو يلا ايش فيك انت شيك فيك شيء شفت احد يتهاوش يبتسم لا انت ممثل بس ممثل فاشل يا حمد اسمع هو يقول حماده اني جيت نرفزت بداح وجيت ابي احب راسه ابي اسوي حركه يعني بحب راسه ثم قال خذها بمحمل جد الان عرفنا انها اصلا تمثيل تمثيل وفشل في التمثيل وقلبوا على المسابقين انا اسمع ودي اسوي نفس نواف عقاب ريكشنات ولا لا خلاص صعبه ها والله صعبه مفلح المشعلي عنده سالفه اليوم
مثل المشعل عندي سؤال. سالفته سالفة يا رجال مفلح. للبوع عيل إن سالفتها. في شيء بتعرضه ولا؟ لا 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 أظن. أتكلم عن مفلح. عطنا آخر شيء مقطع عن مفلح ونخلص. ما عاد عندنا وقت. أنا والله إني مستاء جدا من الدخل الأخير. ومن وين؟ وش هوايتك؟ وش بتقدم في البرنامج؟ وش تعد جمهورك فيه؟ الاسم الكريم ومن وين؟ وش هوايتك؟ وش بتقدم في البرنامج؟ وش تعد جمهورك فيه؟ الاسم الكريم ومن وين؟ وش هوايتك؟ وش بتقدم في البرنامج؟ وش تعد جمهورك فيه؟ الاسم الكريم ومن وين؟ وش هوايتك؟ طيب مفلح المشعلي، مفلح المشعلي تدري بالله يتكلم يعني أنا اسمك نفداك ومن وين وكم عمرك؟ طيب اسمك نفداك من وين كم عمرك؟ مقاس ثوبي ألبس ثوب مقاس. هوايتك هوايتك رجل هوايتك ما عندي هواية. ما عندك هواية؟ ثمانية أعلمكم أنت نجم. من متى من متى تحرج الهواية؟ تحقيق المفروض أنه جايب عرفت اللمبة ذيك اللي يدخل كل مسابق مع عرفت اللمبة حق التحقيق. أقول لك ليش عمر؟ ليه؟ هذا دليل يعني مفلح المشعلي لو انك مقدم مستجد نتقبلها منك يعني انت مقدم يعني مخضرم لا هي باول مره ولا هي بثاني مره ودائما ما تقدم فقرات الجمعه وهي فقره عفويه دليل انك لا تعرف اسمائهم ولا تعرف وش هواياتهم دليل انك ما تابعت البرنامج من البدايه انت اذا مقدم ناجح وتبي تنجح مفلح المشعلي لابد انك تتابع المتسابقين من التصفيات ترى احنا والله احنا نتابعهم من التصفيات يا رجال لا اقول لك الحين من الخمسين نعرف اسم هذا نعرف اسلوب هذا كيف طريقته هذا راكد هذا ما هو براكد انت تجي تسالهم الجمهور عارف اساميهم عارف هواياتهم انت الوحيد اللي ما انت بعارف عادل تدري ليش لان كل مقدم الحين اصر عليه مشكله يطلع يقول والله كنت بستفز المتسابقين ها هذه الفكرة هذه الفكرة انهم يستفزون المستابقين ما في المشعلي محب للبرنامج مسي عليه بالخير بالرغم من خبرته الطويلة الا انا يعني ما استفاد من الخبرة هذه لا والله مفلح روحه طيبة واخلاقه ما استفاد يعني خبرة من كم زد رصيدك كم كنن من الطراز زد رصيدك كم يا هو خمسة زد رصيدك خمسة عمر عمر مفلح المشعلي هذه خبره بس خبره خبره مو بسيطه خبره بس خبره سلبيه لا لا خبره للتقبيل احيانا خبره واحيانا تضع مكان الراء لام وممكن تنفع بس ترى والله نكف هو ترى فزاع يقول عندي يخت جديده اذا تبغونا في الدخوليات يقول اذا تبغونا في الدخوليات عندي يخت جديده للشباب اذا يبغونها انا مستعد اني اسوقهم قلت يا ابو سعد انت وافي اي والله واجي وعلمك غانم ولكن ليتك تركز على فقرتك وتركز على اسماء المتسابقين وتجتهد في ذلك رغم انك عفوي في عفويه لكن ايضا في امور يعني في انا عندي اقتراح يا سالم اتمنى من انا عندي واحد باذن يقول اخلصوا طيب اتمنى من الاداره انها تجتمع بالمقدمين كلهم وتقول يا مقدم انت صلاحياتك كذا وكذا وكذا ولا تعداها ويا متسابق ترى اذا صار كذا وكذا تراك بتسوي زي كذا لان اللي نشوفه غير طبيعي صل على النبي او عمر صل على النبي انا الان تقريبا هذا سابع برنامج وسادس برنامج كذبي ما قد اداره اجتمعت معي قلت ترى صلاحياتك كذا هذه صلاحيات بديهيه واضحه المقدم واضح المقدمين كلهم جداد يا رجل ما هو بس الجديد هو ما يبي يفهم ولا يبي يعرف وغير مبالي اذا صار الشخص يعني ما عنده حس لا مبالاه اكيد بيطلع منظره كذا يعني مقدم استيعابه ضعيف اذا استيعابه ضعيف انا بعطيك ثلاثه اذا استيعابه ضعيف اذا استيعابه ضعيف مقدم امس يطرد سائر النهار من فقرته يطرد الشيف مقدم اليوم يروح يتفلت على متسابق مقدم اليوم بعد يروح يبي يضرب متسابق مقدم يحقق مع المتسابق يا ولد وش العلم وش انا ولا منهم اقول العلم ابكانا احنا وين راحي لو اني من ابوك وامك يجون يتلونك من المنتج يقولون انا بعد انا بعد حماده اتمناكم تطلعون برايم كلكم عشان ترتاحون كنت اناضل ما ندري وش يصير كنت اناضل عن ابناء الواقع لكن بعد الاسبوع الاول الظاهر ان الامر فيه يعني فيها يعني اعاده نظر في صورتين يا مقدمنا ويا معدنا ولكن نبي نختصر لان خلاص تقطعون علينا و الصلاه طيب بسرعه 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 حلو في نفس الوقت في الصلاه طيب بعلقها طيب الصلاه هو ايه بالنسبه للصلاه هذه صلاه العصر ناس يصلون وناس في الفقره ما صلوا الصلاه هي ثمره إذا أنت أدركت تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب لك براءتين براءة من النفاق وبراءة من النار أقسم بالله أن هذه الجائزة إذا أنت ما بعد استوعبت الأمور وخذها دين ودنيا إذا فقرة المطبخ مسببة هذا الشرخ يعني أن يتفرقون أو
كنسل يا ابوي ولا نقص امدها ولا خلصها؟ هم لو شالوا العقوبات امدهم او شيل العقوبات اللي اصلا لان الوقت كله يروح يا رجال. والله اني بركت وشلت 500 نقطه والله العظيم اخذها والله يا رجال. هذا الوقت يروح كله على كذا. لو شالوا العقوبات افلحنا. والله بشوف والله في البرايم بيجي لها تبعات. نتكلم عن وقف رؤوم في مكة المكرمة ووقف يعنى باليتيم والقيام على اليتيم. ودائما وابدا سنذكر وسنبقى مفاتيح الخير مغاليق للشر بأن تتبرع تتصدق تقدم لنفسك. والله العظيم انك احوج لهذه الصدقة من اليتيم اللي تقدم له. اليتيم بيقوم الله بنوبة بيلقى اللي بيسنعه بيلقى اللي بيكفله من خلقة الدنيا يعني ما هي بقضية. ولكن أنت أحوج لذلك. الصدقة أثرها عظيم جدا. جرب للبذل لذة. في الغرب في الجمعيات الإنسانية هم يحسون بلذة البذل. أنت عندك لذة بذل وعندك أجر في الآخرة. إذا تصدق والتحق بركب المتصدقين. عمر عن الوقف لو دقيقة عشان أيضا نختم. أقول يعني الحضيض اللي يصير مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أنت الآن تستطيع تكفل يتيم بأقل التكاليف وأقل الوقت، فسارع للصدقة والعلم الطيب. اللهم لك الحمد على هذه. لا لا لا، فضل الصدقة لا يغفل عن الجميع. يعني الصدقة تطفي غضب الرب. بادر وتصدق، خصوصا 300 ريال تكفل يتيم مدى الحياة. طيب بنختم، لكن في شيء محيرني يا ابو بهذا. وانت قلت ما لك شغل. وشو هذه علاجات دي ولا شيء؟ بالله حطها يا ابو مخرجنا الرائع الكبير اباضه على هذه العلاجات. هذه علاجات طيب ادويه. هذه الظاهر بهورات في المطبخ. بهورات وش ذي؟ وش تتوقعون هذا؟ ما ادري انا اقول لك. طيب ادويه اسالكم انتم. ادويه الضغط. اسالكم انتم والمشاهدين، اي وين الفارقه وين المليانه؟ صعب، مغلفة كلها. أنا أتوقع كلها فارغة. كلها فارغة. وأنت أنا مستحيل أحد يميز وهي مغلفة ومسكر. طيب كيف طريقة أن نعرف هل هي فارغة أو مليانة؟ فكروا في طريقة. نكتب في تويتر واحد اثنين واحد اثنين. خطأ. الطريقة اللي أنك تجردها أمام الملأ. جميل. عشان تعرف هي فارغة ولا مليانة. فاللي يحصل في برامج الواقع أنهم يجون بمتسابقين مغلفين مثل القوارير هذه. طيب. ويضعونهم أمام الهواء. ها. ويعطون الفارغ مساحة كافية ليبين إنه قدام الناس. إنه فارغ. إنه فارغ، ويعطون المليان مساحة كاملة كاملة إنه يبين إنه مليان. طيب. فالفارغ أحياناً تجد له جمهور لأنه فارغ. يقولون الله ما. هم ما يدرون، ما شافوا اللي داخل. بس إذا تجرد الآن أنتم يا متسابقين راح تتجردون أمام الهواء. أنتم مغلفين الآن. وراح تتجردون، يعني فيكم فارغين وفيكم مليانين محتوى. فأنتم إذا تجردتوا حاولوا دائما تكونون المليانين محتوى. وشكرا لك. والله هي حكمة أنا أصفق لها. ولكن هل تعتقد أن رشيد بيفهم الحكمة ذي؟ رشيد بدون ركبة يعني أتوقع. حاول تفهمها يا رشيد. طيب شكرا جزيلا للجميع، والله لا يهينكم على كل حال، وإلى اللقاء في يوم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة ويوم جديد بإذن الله مليء بالحوافز. شكرا لكم جميعا. شكرا.